المذكرة تسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة وتوفير حلول فعالة لتخزين الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات وإضافة أنظمة تخزين بقدرة إجمالية تصل إلى 720 ميجاوات بين وزارة الكهرباء المصرية وتحالف مصري إماراتي في إطار سعي الدولة للوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030. وبين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبو ظبي شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة التفاهم لتطوير منطقة صناعية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة وتخصيص المنطقة في الصناعات الواعدة للطاقة المتجددة والمنتجات التكنولوجية على مساحة تبلغ 20 كيلومتر مربع بحق الانتفاع وتهيئتها لتكون جاذبة للشركات والمستثمرين العرب والأجانب. وبالتعاون مع شركتي لوبالثوز وإنركاب الإماراتيتين ووزارة الصناعة المصرية تم توقيع بحضور رئيس الوزراء على مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات لتخزين الطاقة وتعزيز جهود كفاءة استخدامها وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبقدرة 2 جيجاوات لإنتاج الخلايا الشمسية ومثلها لإنتاج الألواح الشمسية. شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين مع شركة جلوبال ثاوز الإماراتية وشركة جي آي سولار الصينية باستثمارات متوقعة تتخطى 200 مليون دولار. وكان السادس من مذكرات التفاهم التي وقعت اليوم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة مصدر الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وذلك بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر وكذلك مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجاح حمادي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مداخلة هاتفية مع الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. دكتور سامح صباح الخير. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. صباح النور يا فندم. في البداية إيه هي قدرة الحلول الذكية على مواجهة المشكلات المجتمعية خصوصا طبعا أنه بنستخدم التكنولوجيا النظيفة، فإيه مزايا هذه الخطوة؟ وحضرتك المزايا بتاعتها ان كل العالم دلوقتي بيتجه الى الطاقه الخضراء، الطاقه الخضراء اساسها الطاقه المتجدده، وعشان احصل على طاقه متجدده مستقره في الانتاج لازم يكون عندي مصدر بنسميه باك اب بالنسبه او يعني تغطيه لانتاجيه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. وديت مصنع البطاريات ده كان المفروض يبقى عندنا من زمان، ولكن كويس جه في الفتره دلوقتي، الفتره دي حرجه ان احنا يكون عندنا مصنع للبطاريات ويستخدم في محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. ده يؤدي الى استقرار الطاقه الناتجه من محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، واحنا داخلين على انتاجيه الهيدروجين الاخضر والعالم كله بيتجه الى هذا الكلام، فاحتياج مصر احتياج رئيسي لانتاج بطاريات لتخزين الطاقه والحصول على استقرار تام من محطات الطاقه الشمسيه. ده بيؤدي الى طاقه نظيفه معناها نسبه ثاني اكسيد الكربون اقل ما يكون في الجو، واحنا عارفين ان الطاقه المتجدده نسبه ثاني اكسيد الكربون فيها بالنسبه لانتاج الكهرباء من الغاز تعتبر معدمه او نسبه بسيطه جدا، لان الطاقه من الغاز لو استخدمت الغاز كل كيلو وات بيديني 500 جرام ثاني اكسيد كربون، اما الطاقه النظيفه الرياح بيديني 12 جرام ثاني اكسيد كربون، والطاقه طاقه الالواح الشمسيه بتديني 46 جرام. طيب يبقى اذا لما انا بستخدم الطاقه المتجدده انا عندي طاقه نظيفه، ولما بروح في اتجاه الهيدروجين الاخضر نسبه انتاج ثاني اكسيد الكربون من استخراج الهيدروجين الاخضر صفر. يبقى إذن أنا بستخدم طاقة نظيفة 100% في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولازم يكون الهيدروجين الأخضر الاعتماد الرئيسي على
الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. إحنا في احتياج هذا الكلام، لأن إحنا عندنا تقارير من وكالة الطاقة الدولية بتقول إن مصر محور رئيسي لإنتاج 8% من الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإحنا عشان ننتج الهيدروجين الأخضر لازم يكون عندنا إمكانية كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، وعشان يبقى عندنا إمكانية كبيرة للطاقة المتجددة يكون عندنا المصدر الرئيسي لإنتاج العناصر المكونة للطاقة المتجددة وهي الألواح الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي المصانع التي تتعامل بيها تكون هي الدعم الرئيسي لإنتاج الطاقة المتجددة داخل جمهورية مصر العربية، ولا اعتماد على الاستيراد من الخارج، وبالتالي هتبقى مصر داخلة على الخط اللي هو محدد لها عالميا وداخليا في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وبالذات العالم مخطط إن في 2040 هيحصل على 400 مليون طن هيدروجين أخضر، وفي 2050 700 مليون طن هيدروجين أخضر. فإحنا عشان نواكب هذا الكلام لازم يكون عندنا مصادر إنتاج للعناصر الرئيسية للطاقة المتجددة زي الألواح الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، وده عنصر رئيسي جدا. خليني أسأل حضرتك، الأرقام اللي ذكرتها دي بتعكس طبعا نجاح الدولة المصرية في هذا الملف، فحضرتك شايف إزاي الدولة قدرت تحقق هذا النجاح؟ حضرتك في المحور ده ظهر في COP27، لأن COP27 أوضح للعالم كله أن مصر عندها إنتاجية من الطاقة المتجددة دخلت بنسبة 20% في سنة 2020 في شبكة الكهرباء. ثانيا أن الخبرات اللي موجودة في مصر أنها تنتج هذه الكمية من 2014 ل 2020 معناها أن نسبة الخبرة أصبحت على مستوى العالم عالية جدا. مصر عندها أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط، طاقة رياح في الشرق الأوسط، وإن شاء الله في خلال سنة هيبقى عندها أكبر محطة طاقة إنتاج الكهرباء من المية اللي موجودة في جبل عتاء، ودي هتدخل على الشبكة ب 2.4 جيجا وات. كل الكلام ده أظهر أن مصر عالميا وعلى مستوى الشرق الأوسط تعتبر الدولة الأولى، أو هي الدولة الأولى في إنتاج الطاقة المتجددة. صحيح. فبالتالي في COP27 ظهر مذكرات تفاهم لإنتاج الطاقة المتجددة بحوالي 15 جيجا طاقة رياح و 2.5 طاقة شمسية، أدى إلى أن مصر بدل ما كانت مخططة أن يدخل على الشبكة 42% من الطاقة المتجددة سنة 2035 أصبحت 2030 هتبقى نسبة 42%، فإحنا كسبنا 5 سنين. صحيح. واحتياجنا للطاقة المتجددة لازم يكون في دعم كبير لإنتاج الطاقة لإنتاج الهيدروجين إن شاء الله. دكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفاصيل الوفية. مشاهدينا، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية، وأكد رئيس الأركان حرص القوات المسلحة